صلاح، السلام عليكم. منو هذا صلاح؟ منو هذا؟ هذا ياسر بن خدي، سمعته؟ هذا ياسر، اي ابو محمد. هذا حبيته ولا بس سلت عليه بليديت؟ بعد وحده، حبه حبه، لازم وحده يا ربي. صلاح مع السلامة، يلا. مساكم الله بالخير. العزي على الله يحفظكم ترى مستمر، راح يكون يوم رابع للعزاء، لأنه ما شاء الله حد من العرب ما كانوا موجودين، وابتدت العرب أكثر يوصلها الخبر اليوم وأمس، فإن شاء الله بكرة رابع يوم، وعادة ثلاثة أيام العزاء، يا غير راح يكون نهار رابع امتداد لليوم الثالث، فلذلك راح، لأن ما شاء الله فيه عرب وايد من شرق الغرب، وصادف خميس وجمعة. فلذلك ما حد رام يوصل في الإجازة، فأتوقع أنه بكرة راح يكون شيء جميل، أنه اللي بيوصل اللي ما وصل ما شاء الله، لكن اللي هو سده وزاده والله يطرح البركة ويكثر محبينهم ويطرح البركة إن شاء الله، ولا نيكم في مكروه. يعني الله يحافظك يا ابو خليفة. تصوير علني اليوم مرة، اليوم تصوير علني، اضطر عشان الصورة اللي حق على الخاص، اليوم ابوي علني، العرب كلها حبة تشوفك. يعني الله يحافظك ان شاء الله يا ابو خليفة. وياي لو انا اصور وياهم لواحد، يلا الحين تصور وياي وانا بصور، كان ودي كان الصورة في الفرح ما في حزن، لكن ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. شراي شو اسمك انت؟ محمد. روحه من شرمة؟ رو كمل. محمد سالم سلطان عبد الله النعم. والله والنعم. والنعم بك. الله يحفظكم. الله يسلمك. بارك الله. في على الله يحفظكم ان شاء الله. اليوم انا لي ثالث يوم في العزاء، وما بحظ يوم الرابع يعني. ليش؟ لان طالق عمركم انا حجزي كان مفروض قبل ثلاثة ايام، واخرت لين بكره. بكره ان شاء الله طيارتي ساير جولد كوست لمدة 20 يوم ابتداء من بكرة، إذا الله جعلنا بالحين. طيارتي الساعة 10 الصبح، طيران الإمارات، العود هم دورين بعد، ما بلم دور تحرر نزيل، وإن شاء الله أني الليلة بضوي دبي وببات، وبصبح الصبح أبوي بتيني سيارة تحل بالطيران، وبيشلوني بيودوني المطار، بيوصلني الدريو، وإن شاء الله نبنى نرمس أخلاق وبنسولف والحزن والفرح ماشي. هاي الدنيا، الدنيا راكبها محول على ما قلت. والعزي على الله يحفظكم تمدد بعد يوم واحد، نظرا ما شاء الله العرب بعدها ما زالت تتي، والناس اللي ما استخبر ياه الخبر، واللي مكان بعيد، واللي مكان مسافر، واللي كان اللي في أمريكا وصلوا، اللي في أمريكا وصلوا، حد يا غير حد منهم في الولايات الأمريكية ولا في أماكن ما لقطوا حجز، فاحتدوا إن بيوصلون باكر، فلذلك مددوا العزة بعد لين باكر، لأن العرب كلها خير وبركة، وما بتجفي عيال الحياد درويش بن أحمد على الله يحفظهم، ما بيجفهم بالعرب، فإن شاء الله بيتم العزة لين باكر. والله يجيب الافراح ان شاء الله من بعد الاحزان، وهذا كاس كل شارب منه يعني، كل بيشربه كاس، الكاس هذا
كاس الحزن لا بد ولا عذر منك حد يجدم. ونسبة لي أنا يعني الله يحفظكم هذه خالتي عبارة أمي الثانية فلذلك ما رضت أسوي سنابات هالكم من يوم اللي طاف. إن شاء الله أبشر بالعوض والأمور بتعدي زينة وتحدوا. أنا ما في أدخلكم في مآسي وأحزان مضرنكم على الابتسامة والضحك. ما في أظهر وجهي مكشخن ما يستوي وجهي متبسم دوب يظهر فجأة مكشخن. لكن رمت يوت عمري يومين عاده اليوم ثالث إن شاء الله باشر بين خرط المصباح على ما قالوا أبوي والحي أبدأ من الميت والدنيا راتبها محول. يا الله يحفظكم ويديم عليكم إن شاء الله الفرح والسرور والسعادة ولا يرويكم حزن في فقر. يا تسعيد بن أحمد بن خلف بن خدي الدبيسي مخلف 3 عيال. حياة خالي محمد وحياة أمي عوشة وخالتي شقيقة اللي هي مريم. إنزين أول بادي توفت عوشة بنت سعيد بن خدي الدبيسي اللي هي أمي يعلها الجنة وعقبه لحقها حياة خالي محمد بن خدي والحين لحقتهم خالتي شقيقة يعلها الجنة مريم بنت سعيد بن أحمد من خلق من خدي الدبيسي إلى جنة القلب ونتلاقى إن شاء الله وياها في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وأنا برمس وياكم إن شاء الله في الطريق إن شاء الله إني ما أضبط معي. ليش تسوى؟ ليش ما سوى؟ لا تسوى. انت ما تقول ويه جونيك ما ادري شو؟ ما اشتغل. جونيك شو؟ ما يخلص ها؟ لا. ليش ما يخلص؟ لين تقول لي شو جونيك شو ما بجونيك؟ فوتوجينيك. شو يعني فوتوجينيك؟ يعني ان في الطبيعة غير في الصورة غير. انت حين في الطبيعة مو بشي صح؟ لا. الحين عسبتي انا اقارن. اي والله شفت قال عشان تعبان مشكله. سبحان الله اقدم في ما اخذ من هل السمحه لا تقول. اي والله انا كوبي بيست ابوي. انزين اكيد كوبي بيست ابوك 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 عبد الله بن درويش. لا 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 في منهم شيء بقة الرميثات. انا ما اسمع كلام حد. الدتي قالت لي انت اقرب واحد على ابوك صدقها وخلاص. هي لا فيك من بقى ترميها. لا يقولون يقولوا لها في شويه من امه. هي يقولوا لها لا تقول لا افتحي شو تقولون. والله الله يرحمها عشان تعرف هي تقول الصح وخلاص. ايوه كل عاد لازم يسمع. أيوة. الله يغفر لها ان شاء الله بالتسعيد. ما بصدق ما بتقول شيء؟ ما بتقول شيء خلاص. يا سسجلت ترى انا درويش سسجل هذا كله بينزل الحين. لا لا تنزله. ليش؟ لا عندك وايد ناس. لا من هو 13 نفر. خلنا نشوف. خل ابوي. خلنا نشوف. الحين؟ ايه. الله يسلمكم. سلطان العتيبه او المعروف بسلطان العفاد. الحين من يشوف عين حد من بعيد عين في عين حد يذهب تليفونه ويصوره. الحين هو اكتشف اني انا موجود ياس يجلب تليفونه يبي يفتح تليفون حق يصورني. فانا مشيت وغلبت وسويت كل هالمواضيع وهو بعده يالس اللي يجلب يبي يفتح الرقم السري يتخادى يشير التليفون فتحت اسبوعه. يعني
لين يصير ويخلص ابوي انا بصور 40 سناب وهو اللي بعده. وانا مجهوين متسلطين علي ما يخطفون اليوم انا اصور. بيت سيف عبيد الخميري. يا مرحبا. انتم اصدقاء الطفوله من يوم نحن يحال الاول في مدرسه زايد الثاني تفارقنا صح؟ صحيح. اللي في البطين. البطين نعم. اي نعم من اكثر من 35 سنه. اكثر وزياده بعد. انزين عندي لك صوره يمكن كان عمرنا على 17 سنه. اقل على 17. اقل؟ اي عندي موجوده واحب انزلها في السناب قبل وبعد. قبل شو رايك؟ زين. ماشي اخلاف عندك؟ لا ابدا. بارك الله فيك بارك الله فيك. تسعين بالمئة من الطريق وقف يعني الحين قريب برج خليفة وإن شاء الله ربع ساعة 20 دقيقة بوصل بحط راسي وبرقد ناوي أقول بالطبن زين برقد وإذا الله راد باشر في المطار بعرف سؤالكم قبل ما أطير الصبح أصلا حتى يوم منش الصبح تدري الساعة كم وعلى السيارة الساعة 6 قال حق دريولي بالرغم من الطيارة تطير الساعة 10 لكن مطار دبي وبوي روحه على ما قالوا هل البحرين فله هل البحرين عن الشيء الفنان يقولون فله فمطار دبي تبارك الرحمن فله ما يشبع منه حتى الست ساعات يخطفن عليك في جيل يا رب ارحم امض برج ولا انا خطف عليك الوقت فمطار دبي تبارك الرحمن ممتع فالجلسة وياه فيه مسلية وممتعة يعني مضميضة الوحدة والحين ابويا وصلت المزهر هذا سير 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 انزين اخر بيت يلا تصبحنا على خير خلاص عاد الى اللقاء باشر الصبح ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بنرمس وياكم يلا في امان الله والى اللقاء انزين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صباحكم الله اليوم شيء انا صورت صح اي والله كتي كانت الشيره كتي كان بعد المنظر جميل وفنان وغاوي انزين صباحكم الله بالخير الحين ابويا دريب الخاري وحملت ساماني بس وياكم بطريق انت وانا مشتري من المزهر لين المطار وبشيركم ابوي نزل الوزن و والمور طيبة واللي تحيدون قلت لكم أنا زايق من كان محزق الحمد لله الحين لا بمحزق ولا شياتها ما شاء الله تبارك الرحمن تختبن يلا نرمس خلاص رشيد يلا خل بالك على البيت إن شاء الله إيه ومكران حط عينك عليه هبي يصير يرشي حد دهن ولا بزار أول بيزات زين أو والبيبان والزراعة واللي اهم عن هذا وهذاك هل البيت زين يلا مع السلامه السلام عليكم هي عاد الحين 16 ساعه الله المستعان قلت الحين تقريبا 3 ساعات العرب كلها قالت ابوي اللي بيصير البلاد هاي اللي هي استراليا يعني لا يرقد في الليل سبوا انه يروم يرقد في الطيارة 16 ساعة متحة انا تسرت والله 16 ساعة قبل وديتين لو 3 ودية لا والله 4 وديات ساير امريكا ويا حياة امي سنة 2000 كان اظني سنة 2000 او 2002 وعقب سرت ويا اختي حصة على الله يحفظها ويعودها ان شاء الله هاي سرت اول بادي بوستن ويا حياة الوالدة الى الجنة وعقب رديت وسرت كم ودي مثل ما سرت 3 أو 4 وديات ويا اختي حصة الله يعافيها لين هيوستن تكساس بعد 16 ساعة يا اخي رحيدني ارقد ونش كم فيلم وكم فرض وكم ويبة
وتمشي لين تجرأ خط طيارة لين يتناقع عن مسامير راسك. وانت ابوي بعك ما وصلت، كل من رقدت ونشيت قالت لك 18 ساعة و16 ساعة و12 عنب، وكل من سألنا المضيفة كم باجي قالت هالكثر عنب. هالطريق لين امشي حد يجلعه من قدام من وراء ويلصجه عد من قدام، يمن هالسوع يمن الا 6 ساعات و8 ساعات و11 ساعة. شو بقولكم، مضى علينا هاك الايام امر ما مضى على مسلم، واليوم ردينا في عامله بعد. هذا ابو يحيى اليوم ردينا في عامله وديت ثاني. شيء واحد من ربع بعد جزاه الله خير، صاحب صديق من المحاربين القدامى جزاه الله خير، قال لي ان شاء الله يا ابو محمد انرمنا ان نخلف تذكرك، يسوون لك بيسوون لك ابجريد ابجريد ما في احي سودي ثاني، هذا السناب صار على الحين نسوي لك ابجريد من البزنس لين الفيرست. قلت ابوي رمت زين على زين، وما رمت ترى كنت ابوي اسمك حاولت ويزاك الله خير. ما شاء الله الطيارة جنها هاي ليرة بطيرة شفتوها، ترى المسير الله سبحانه وتعالى. انت الانسان عقلها وتوكل، انا الحين مثلا ريال لا والله روح بعد الاشارة بعمره، هو روح عليه شارع انا ما شرت عليه وبس توافيج عند الله سبحانه وتعالى. وهي الا والله والبزنس بعد ما بشيء هين بهاج الحكي. نعم بزنس هب هين والله بهاج الحكي يعني. وفي الطيارة العودة هاي 380 اروح الغناء بعينها اشوفهم ما شاء الله عليهم جيد. ها الطياير ها الكبار مهات دورين، ها المطار الغسل حاصلها روح انشنة كلهن مهدورين هشوفه تبارك الرحمن. زين يلا عاد بس عليكم خلاص من نوصل المطار بنرمز وبنسولف وياكم يلا. يا سقرا عليها والله. مستر خالد انزين اقولكم طلع علي الوزن 40 كيلو وعندي 7 كيلو زياده، شوفوا عاد صار يدور فايدة لقط المصايب زايدة. قالت والله لازم انت تدفع مال السبعة كيلو هاي. قلت لها اكيد، قالت بسيرة تشيك يمكن اقرب مساعدك. صارت ابوي لين اخر الدنيا وبيت، قالت ابوي ما شي فايدة. انزين اتذكرت ان قالي لي نحن شارين لك ابوي وزن 25 كيلو زيادة. قلت له ابوي تشيكي احيد ابوي وقت قطع التذكرة قالين ابوي 25 كيلو زيادة. يوم شيكت وقالت ابوي لنا صدق السالفة والحمد لله ما شيء ما بيدفعوني. هب من كيسة من ابوي مشراي ابوي 25 كيلو زيادة. كل الشكر والتقدير ابوي حق هلب الجوازات مال مطار دبي، ما قصروا بارك الله فيهم، اظهروني من بد العرب كلها وخلصوني في اقل عن لحظة. جزاهم الله خير مشكورين وما قصروا لهالخدمة المميزة، اظني على الخدمة المميزة او للخدمة المميزة اللي سووه بارك الله فيهم. هاي يوم يقول لك الله يكثر المحبين، يعني الله يطول بعمر بعد هالريال بعد ما قصر. قال ابوي اللي تامع عليه نحن في الشوفه واللي تو قلنا لابوي مره ما منكم قصور، كل منكم والجميع ابوي بياض الوجه، يعني الله يرحم والده من رباكم ويطرح البركه فيكم والبلاد ابوي كلها انتم تفتخر بكم، انتم واجهه البلد. الابتسامه هذه روحها تطرد الفقر 40 سنه، الابتسامه اللي تلاجوا بها العرب روحها تطرد الفقر 40 سنه. يا الله يحفظكم ويبارك فيكم، مشكورين مشكورين. اليو علي في الدنيا كله فيا، ترى على فكره اذا الواحد ما يكون متحلج ومزهد عمره قبل ما يرقد، يعني يقول قبل السفر بساعة ساعتين بيتحلق وما أدري شو، لا اللي بيسافر أبوي خاصة صباح الله خير يتحلق قبل شيء وبعده قبلها بيوم، تتحلق وتخلص تفك عمرك من الحلاق، ويوم بتسير أبوي تصبح الصبح ماشي وراك إلا السبوح ترش عمر قطرة ماء وتلبس أبوي وانت مطرج. إنما الحلاقة هاي روحها تاخذ ما تجدم وتأخر، تاخذ ما تجدم وتأخر من وقتك. والحمد لله ابو وصلت المكان فنان على ما تشوفونها.
المكان يا غير تحرم الحوس لحاس، يعني حد لاحسنه لحاس المكان، تدور قرطاسة، تدور شيء طايح. وفي رواية أخرى يقال إن ملقوط القطنة شيء من كثر ما هو نظيف يقولون عنه زايع النغول أو ملحوس لحاس أو ملقوط بقطنة. واللي أدق عادة هذا مرة، هذا عاد هو اللي ملقوط بقطنة، يعني مرة ما تلقط في الموقع هذا المنظف حتى حبة غبار وبره ما تدور، هاي يسمون عادة ملقوط بقطنة. يا عاد حين تقريبا أتريا الريوق ما صرت بعد من المنيو من هذا البوفيه، لا طلبت ابوي بيضه مفيوحه، لان صرت خفت اني اتهلع يا غير ابوي، طلبت ابوي قلت بيضه مفيوحه وتوست وحده، وكفى الله المنيو قتال. يلا نرمس على خلاص ابوي عاد ريوق اللي انا طالب ان هذا ابوي سبانش اللي هو سبانخ، لا زيت ولا همك الله، لكن ابدا نار الله الموقدة حشي أبوك، لا إله يا ربي، يطبخ يطبخ وأنا يوعان، وين الصبر عاد بيي، وين بيي الصبر. أنا عطلت شوية قلت لهم اكسترا يبولي، ما شيت رشراتها رقم واحد هذا فلفل أسود ينحط عليه شويونة ومليحة، وهاي البيضة ترى بيضة تحرون هشارات الجبنة، هاللي يفوحون بماء تيروحة من غير هذا، ها وبس. وهذا ريوق الحمد لله، ما سبويها تدور الشيء اللي فيه فايدة والشيء الزين. يعيبني يعيبني، أنا أحب الأكل اللي هنمونه ليوم عيد عمي على بالكم. يا بولي الله يحفظكم، براون بريد قطعوه قصيته 4 قصات ازم، ويا بولي الجبن هذا بعد عندهم هني في اللونش، عندهم جبن، جبن مال هوش يا غير لو فات، يعني شو بقولكم، يعني من زود ما هو فنان ما ودك تسرطه، ودك تازم اللتلوش اللي يبنه الجبنه في ثمك وما تسرطها من كثر ما هي لذيذه. تحط عاد قطعه واحده من الجبن ويا الاسبانش هذا السبانخ، ويا قطعة من هاي الربع، يعني تقطعها 4 أرباع يعني، وسدك والله يمزل البطن الحمد لله نعمة يبالها حمد وشكر. يلا هذا شكرا جزيلا، شكرا لهم وشكرا على هالخدمة المميزة، شكرا شكرا طيران الإمارات، بارك الله فيكم. وين أبوي يتحيدون هني هذا المرضى، هي ها مر ولا ضر الحمد لله، الأكل الصحي لو بتاكل منه شوية أكثر عن المعتاد ما يضر يا غير. يا أبو يوم بلال يطبع اللاقة وخبيص خبيصة عيش وقرصين كباب وقريص خمير وربع قريص شمشمو عليهم هياوة، وشو بقولكم مصيبة، صيدة بوبر شوية عرسية، وين بتيك يا أبوك الصحي يوم انت بترضى من هالدنيا كلها، وكل يوم بييك تكود مرة واحدة ما تروم تقاوم، بيحطوا لك هالاشياء كلها بتروم تقاومك، بتاكل سبانخ انت هاي الساعة، بتشوف العرسية اللي تتمايط اللي تنشبها واجف، ولا العصيدة يا غير تحرها البانة، بتاكل هذا ما بتروم، بتقول بتقول ودوا ابوي للحق هذا. نعم هاي الساعة بتقول ابوي هذا سبانخ وهذا الروتي البراون بريد ابوي ودوا حق حد من هالميهد، اي نعم انك بتشوف هاي الدنيا كلها، والشيء الفنان والخدمة الولايتية وريحة البلاليط علاقة البلاليط اللي تضرب في خمرة الراس، ابوي وين بتروم؟ ما تقدر اصلا تقاوم، اللي كان بتعزل عمرك عن الاكل هذا كله مثل الحين هنا ما شيء قدامك الا هذا، البحر من امامكم والعدو من خلفكم، البحر من امامكم والعدو هي زين، فلذلك ابوي تضطر انك تاكل هذا، ويوم بتضطر تضطر ابوي تاكل شيء اللي فيه فايده وفي اللي فيه صلاح، وبس بس عليكم صح، رغم الا ريوق ما يبه كثر رمسه. يلا في مالنا الحين اللي يشوف تدرون شو بيتحرى،
بيتحراني أنا أبوي في فندق 5 ستار ولا 7 ستار. شوف أنت بحياتكم شو هالنمونة صالة في الدنيا العودة في شرق الأرض ومغربها في الدنيا العودة هالنمونة مكان ما شيء ولا بتلقطون شيء. هالشيء يوجد بس في دبي، فقط في دبي، وبالأحرى في دولة الإمارات، وبالأخص في دبي. كل شيء مميز وملفت للأنظار وشيء ولايتي تلقطون في هالمكان، مكان أكل. حتى البشر في الإمارات يختلفون، البشر يختلفون يمتازون في الإمارات من ذكور من إناث، من ذكور من إناث يختلفون اختلاف كلي. حياتك ما تلقط بني آدم إماراتي إلا تلقطه صخي، راعي ابتسامة، راعي كرم، راعي مايول، راعي سناء، راعي مذهب، وافي. هذا الإماراتي في أي مكان. كل صقر، كل صقر يصقر في بلاده إلا الصقر الإماراتي يصقر في كل بلاد. ترى يقولون هالأول إن كل صقر يصقر في بلاده إلا صقر الإماراتي. الإماراتي يصقر في كل بلاد، تلقطه مميز وتلقطه تلقطه كرمه ولطافته وخيارته تغطي مطلع الشمس. هذا الفرد الإماراتي إن كان ذكر ولا أنثى، حتى الفروخ الصغار، حتى البنيات، مذهبهم ورمستهم وعلمهم وخبرهم وسنعهم يختلف عن أي سنة. الناس كلها خير وبركة الخليج، نعم الخليج كله خير وبركة، يا غير الإماراتي مميز. شو أسوي؟ أجدد؟ ما روم أجدد؟ ما روم لا، ما حد يزايد عليه الإماراتي في الكرم والطيبة والأخلاق، والناس كلها خير وبركة. يا غير الإماراتي مميز، شو أسوي؟ هذا الإماراتي العالمين ميزه، الإماراتي رب العالمين ميزه باللطافة وحسن الخلق وحسن المنطوق والكرم والمعنى والحفاوة. يوم بتشوفه كأنك تحرى عمرك شايف إنه وتعرف من 1000 سنة، وهو توك شايف إنه وليد اللحظة، توك متعارف وياه. يا غير من التيلس وياه كأنك تعرفه من لك 600 سنة. كل زين وكل غاوي، كل فنان وكل يلق وكل يتصالق وكل عدل. المستوى العلمي كل تور، كل تور كان مستوى علوي ولا سفلي. كل فنان وكل فخم وكل غاوي. يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام. إيه يا حافظ، شوفوا والله عليكم لا تقولوا لي شيء في هالدنيا العودة هالنمونة لا صار ولا استوى ولا بيصير، لا كان ولا بيكون ابدا ولا في الدنيا العودة. شوف الطياير، يا حافظ يا حافظ يا حبيب، تبارك الرحمن ما شاء الله. وطيارتنا اظن نهايه تبين، ما اظن تبين ولا كثرها. اي والله شفتوها هاي طيارتي، لو ما اقول لكم دور ها يميع الاسود والنمور عليها. شوفوا طبعا ديكور جديد حاطين لها. تدرون متى طاير عليها انا؟ أظني قبل 9 سنين أول مرة أطير على 380، تدرون متى؟ قبل 9 سنين، وكانت الرحلة إلى لندن قبل 9 سنين لو 10. أول ما يابوها أظني طيارتين لو 3 طيائر جنهم، طيارتين لو 3 أول ما سووهن قبل 9 سنين 10 شيء من هالقبيل. هذا حين هنا لازم اني ما بشغل الواي فاي في الطيارة، قبل الواي فاي ما بشتري انترنت لاني اريد برقد، واني لاستهدر ابوياكم، ابوي بيطوف علي الوقت وبيخطف علي المدى، وانا ابوي اريد ارقد. فلذلك اذا الله جعلنا محيين بمسوياكم اول ما اوصل استراليا وبنا بسخلاف اذا الله جعلنا محيين. زين يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلموا على الجماعه كلهم، وتحياتي لكل المتابعين، وان شاء الله ان من اوصل البلاد اللي انا ساير لها اني ارمس وياكم ونعطيكم العلوم الطيبه ونرمس بالشيء الفنان المفيد المثمر البناء. يلا دعواتكم ان نوصل، ان يوصل بخير وسهاله، واني اتوفق في سيرتي.